الموجودين، فنزلوا ومشوا مع سفح الجبل وسندوا. شمروخ والفدائيين الثمانية، وبدلكم هالساعة المرجع اللي ترجعوا تكروا فيه الرواية القصة كاملة، انتبهوا انه الجيش صار بده يوصلوا عندهم والجيش مش منتبه. فشمروخ قال لهم ما حدا يطلق اي نار الا لما يصيروا امامنا وجه لوجه مباشرة. لما صار الضابط الاسرائيلي والجنود امام الفدائيين بالضبط بلشوا اطلاق النار. بعد ما انتهت المعركة استشهدوا 4 واعتقل 4. بعد ما خلصوا ذخيرتهم اخذوا واحد منهم سألوه انت اطلقت النار؟ قال لهم لا. فالضابط شم ريحة البارود بتاعته اللي في ايده، قال له بس لسه البارود سخنة وريحة البارود فيها. فبعدها اجا واحد جنرال كبير في الجيش الاسرائيلي، قال له بس بدي اسألك سؤال، قديش اخذت الوحدة الاسرائيلية وقت تستعاد الترتيب نفسها وتطلق النار عليكم بعد الصدمة؟ قال له 10 دقائق. قال له 10 دقائق وانتوا تطلقوا النار والجيش الاسرائيلي صامت مسويش ولا شيء؟ قال له 10 دقائق وغاب في النار ومسويش ولا شيء. طبعا هذا مشان يبنوا عليه في العقلية الامنية كديش بدهم وقت يستوعبوا الصدمة. ترجعوا لكتاب اسمه الشمس تولد من الجبل، رواية كتبها موسى الشيخ ومحمد البيروتي، بيحكوا فيه بالتفصيل عن العملية اللي اعتقل فيها موسى الشيخ ورفاقه من جبل طمون عام 69. حكموا 3 مؤبدات كل واحد فيهم، وبقية رفاقهم لا يزالوا في مقابر الأرقام. ممكن تعيد اسم الرواية؟ الشمس تولد من الجبل، موسى الشيخ أبو كبر، موجودة في دار الفكر، آخر نسخة في دار الفكر شفتها. واللي ما بلكهاش مضطر، أنا مستعد أبعث له نص العملية كاملة بي دي اف. طيب، موقفش النضال في طمون عند دور الفدائيين والعبور. طمون لعبت دور مهم في عمليات إرشاد الفدائيين والعابرين عبر نهر الأردن وإيصالهم للقواعد العسكرية التابعة للعمل الفدائي. أول عملية استشهادية في فلسطين وين صارت؟ بحولة. أي سنة؟ ساهر تمام من نابلس، يحيى عياد. أيوه، أول عملية استشهادية في سيارة مفخخة في تاريخ فلسطين، ساهر تمام من نابلس. ساهر تمام يعني عند أهله شغل وكذا وبيشتغل، بودي بضاعة على رام الله، هو مروح بصل عند اللبن بلقى جنود على جنب الطريق. شو يعمل؟ في جنود قدامه، هو متنظم جديد في 93 مع يحيى عياش، بس ما بيعرف شو يسوي، بس في جنود قدامه. أحسن شيء دهشهم وخلصنا، فدهش الجنود ونزل أخذ سلاح واحد منهم شرط. فبعدها سوى أول عملية استشهادية في سيارة مفخخة في مستوطنة محوله، كان فاتح باب العمليات الاستشهادية في فلسطين، ساهر تمام من نابلس. ما وقفتش طمون. طمون في الانتفاضة الأولى طبعا، الانتفاضة الثانية كانت يعني سباقة للعمل الفدائي، وكان منها من كل التنظيمات والأحزاب والأجنحة العسكرية ناس. أول واحد قتلوا بقيادة الطيارة شهر 9 أول واحد قتلوا. وبالتالي طمون يعني بلد مش قليل ولا احياني فيها كل هالامتداد الجغرافي الواسع، بلد بتستحق بتضحياتها وصمودها تكون ممتدة وتكون حدودها لنهر الأردن لأنها أمينة على الأرض. بدي